يقول خبراء اللغة إن الهشاشة في الشيء تعني رخاوته، بينما يعرف السوريون ذات المصطلح بواقعية ربما لا تصيبها لغة، انكسار نفسي وإحباط وبؤس ترسمه الوجوه، ناجم عن استمرار النظام في سلوكيات دمرت بنية الدولة والمجتمع كلياً. ليتصدر هذا البلد الممزق قائمة الدول الأكثر هشاشة في العالم خلال 2021. سنة نودعها والحال إلى أسوأ. أفرد فيها تلفزيون سوريا مساحة واسعة للتغطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، متحدياً بعدسات سرية، قيوداً صارمة فرضتها المؤسسات الأمنية على الصحافة الحرة ومريديها. فجال في دمشق وغوطتيها وبلدات جنوب العاصمة، نبش القصص الموجعة في السويداء ودرعا، دخل المنطقة الوسطى حماة وحمص وما بينهما، وصولا إلى طرطوس واللاذقية في الساحل السوري، واتجه شمالا إلى حلب التي دمر النظام نصفها، ودير الزور التي تركها لإيران وميليشياتها. من نافل القول إن 2021 هو عام الأزمات الاقتصادية والمعيشية على السوريين بلا منازع. الانهيار الاقتصادي والفساد الحكومي كمسببات، والبطالة ثم الفقر والجوع والتسول كنتائج حتمية. علاوة على طوابير الغذاء والدواء والماء والمحروقات وما لا يخطر على البال، والتي بات السوريون المهمشون يتقنون تنظيمها قسراً للحصول على ما تبقى من الحياة وما يهدد من الفناء. وليت الأمر اقتصر على ذلك، فهشاشة الدولة بدت أكثر وضوحاً في البنى التحتية المتهالكة، فجاءت أزمة فيروس كورونا وظهر معها انهيار القطاع الصحي في مناطق النظام. فإن لم يقتلك الجوع فتك بك الفيروس في ظل رداءة الطبابة وندرة الدواء. أما القطاع التعليمي والثقافي فليس أحسن حالاً، وقد تغني هذه الصور من جامعة طرطوس عن مؤشرات التصنيف العالمية والتي تذيلتها الجامعات السورية بطبيعة الحال. الهجرة هي الحل لمن استطاع إليها سبيلا، مصر أو بيلاروسيا أو تركيا أو كردستان العراق أو أي بديل عن جحيم يزداد استعارة، لتتشكل طوابير من نوع آخر بغية الحصول على وثيقة سفر، فباتت مراكز الهجرة مقصدا لكل حالم بالخروج. بات كل ذلك من السمات المجتمعية التي لا تخطئها الأعين في شوارع البلاد من جنوبها إلى شمالها، في دولة وصفت بالفاشلة بفعل نظامها الحاكم، والذي بدا مصمماً رغم كل ذلك على نهجه في تدمير الدولة والمجتمع واستنزاف آلاف الشباب في معارك خاضها ضد شعبه منذ ما يزيد عن عقد مضى.